أوديو جنجل. من الممكن أن يكون السيد رالف مدرب فريق نادي لايبزيغ، وبالتالي يعني وكأن الصورة كإشارة مبدئية أو همسة في أذن المدرب أنشيلوتي. انطلاقة أمامية وكرة ملعوبة، وفي المرمى هدف أول، هدف أول لفراي بارك، وإكرام الضيف من أصحاب الدار يبدأ مباشرة أمامنا الآن. انطلاقة أمامية، وقلنا يا جماعة قلنا بأن فراي بارك على أرضه ليس بالفريق الهين، الخطأ ممنوع ممنوع ممنوع، وغلطة الشاطر بهدف، غلطة الشاطر بهدف في هدف يا مارتينيز، تسديدة مباشرة تعانق شباك لاعب، نادر جدا أن يظل درب المرمى، ولكن الدفاع كان حاضر ومحاولة. يا سلام، كرة في الجول إلا ويرسم الفرحة للبايرن، العرضية ملعوبة، وفي غمضة عين ظهر أمامنا ليفاندوفسكي، في غمضة عين ظهر ليفاندوفسكي وعانق الشباك رغم محاولة ألكسندر شفولو، ولكن صعبة صعبة صعبة، ترفض الكرة الماضية، ترفض وتأبى لليفا إلا أن ترسم لو لمح ماكسيميليان، لو لمح تقدم مانويل نوير كان فيها كلام ثاني. فرانك ريبيري هل يكون له حديث آخر؟ انطلاقة وينك يا ليفا، استلاب وترويض وتسديدة، يا سلام سلام يا ليفا ليفاندوفسكي، وإن استعصت الأهداف فليس لها حلا سوى ليفاندوفسكي. نعم ليفاندوفسكي، استلام أمامنا وتمريرة وتسديدة، ما أجملها من جانب ليفا، استلام وترويض بطريقة رائعة رائعة رائعة، الأولى هنا الترويض وهنا التهيئة، وباليسار الكرة وين؟ باحثة عن الشباك للاعب هو أكثر من يعرف درب الشباك، وهو أكثر من يعرف درب المرمى، لوكاس ليفاندوفسكي، روبرت ليفاندوفسكي.